سفير حبائي الأبطال، وميعادنا في حلقة جديدة، بس المرة دي بسرعة كده عايزين نعرف شوية قوالب، القوالب اللي هيتقدم بيها البحث. ركز معايا كده، أنا هعرض لك حاجة. لو أنا على الكمبيوتر وبكتب على جوجل إدمودو، فمن البداية خالص، أو أنت لو عندك على الإدمودو هيظهر معايا على طول، فأنا مسجله عندي فبيظهر هنا. أول ما بتفتح، عشان أنا متسجل عندي، أول ما بتفتح على طول بيظهر عندك قائمة. أول حاجة في القائمة دي من فوق خالص، دي الصفحة بتاعتي. أول حاجة خالص في القائمة في study، اللي هو المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، وستريم دي طبعا المكتبة الإلكترونية، دي مهمة جدا تبحث فيها وتدور وتدخل تكمل البحث بتاعك. في كمان حبايبي بتوع تالتة ثانوي عام، حصص مباشرة من أفضل المدرسين في الوزارة، بيقدموا حصص لايف وليها جدول. في كمان للتعرف على المشاريع البحثية والنماذج بتاعتها لكل صف، بدخل كده بيحمل عندي هنا، عندي معايير الحكم على المشروع، تمام. بالنسبة اللي هو يعني مثلا اللي هي المواضيع بتاعتك اللي هو اتقالت في مؤتمر 9/4 اللي قالها الوزير، انك انت تختار واحد من دول وتعمل فريق مع ثلاثة ومن ثلاثة وتكون ده وتعمل ده. عن السياحة، الصحة، الطاقة، الماء، ده بالنسبة ل من تالتة ابتدائي لستة ابتدائي. طيب، وبالنسبة لإعدادي اللي عندهم برضو تلات مشاريع هم بيشتغلوا فيها وعارفينها، اللي هي بتحمل دلوقتي، اللي هي عن واحد فيهم عن البيئة، وده المشروع التالت. والمشروع التاني كان برضو مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زمايلك، نفس القصة برضو. تحسين المشروع الأول، تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، وتغطي المحاور دي. وبعد كده الزيادة السكانية والأمن الغذائي، تغطي ده والبيئة وتغطي المحاور دي، بالنسبة لأولى وتانية وتالتة إعدادي. بالنسبة ليهم الملخص بتاع الموضوع من 70 ل 80 كلمة، الموضوع من 700 ل 800 كلمة، تمام، من 700 ل 800. وفي باراجراف أو جزء لافتة، زي لافتة كده أو تعليمات، من 40 ل 60 كلمة، زي باراجراف، تمام. بالنسبة أهم حاجة بقى اللي أنا عايزك تعرفها دلوقتي، القوالب للمراحل المختلفة. لو انا مثلا عندي في المراحل في الصف الاعدادي، ايه هو القالب؟ لو انا مش هقدم ده، مش هقدمه بتاع ده ديجيتال، او مش هقدمه على النت، او مش هقدمه في ادمودو، اعمل ايه لو انا عايز اعمله يدوي؟ لما تعمله يدوي ما ينفعش تكتبه في صفحات من عندك، لا، هي حددوا لي قوالب انا بكتب فيها. لما بفتح القالب الاول مثلا، ليه هنا مثلا الصف الاول الاعدادي، المشروع الاول تحسين البيئه، لو انا مشروع اختار تحسين البيئه يبقى اختار النموذج ده اللي فيه عنوان الموضوع وهكتبه هنا، وبعد كده الرقم التعريفي هكتبه هنا، وبعد كده المقدمه، تمام، اللي هي من 70 ل 80 كلمه زي ما انت شايف كده، وبعد كده عناصر الموضوع، والموضوع اللي هو انت هتكتبه وهتحمل فيه او هتنزل فيه صورتين مناسبين للموضوع بتاعك اللي هو تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. طيب، خلصت موضوعك يا بطل، هتحط صورة عند قبل النتائج، تمام. ده بالنسبة لسنة اولى اعدادي. بالنسبة وتكتب بعد كده في الاخر كده المصادر، كده حضرتك خلصت، تمام، جميل جدا. طيب، لو انت القالب الثاني برضو نفس القصة، اللي هو موضوعك عن ايه،
الموضوع بتاعك، هتشوف الموضوع بتاعك عن ايه وتكتب البيانات اللي فيه جوه ده، جوه الفراغات او المربعات الفارغة دي، وانت تكملها بنفسك. تمام، الحاجات دي هتلاقيها في المكتبات متوفرة كتيرة جدا، وهتتصور او انت تسحبها من الكمبيوتر عادي لو انت عندك برينتر، او لو انت عندك اي حاجة تقدر تاخد بيها الحاجات دي. تمام، طيب خلصت ده بالنسبة للموضوع التاني، وهكذا الموضوع التالت وتانية ثانوي، تانية اعدادي وتالتة اعدادي وتالتة ابتدائي. حبايبي لو انا مثلا هقدم البحث ورقي هيبقى بالشكل ده. الموضوع الاول فيه مثلا او فيه محاور كتيرة هغطيها، هيبقى فيه لو انا بتكلم عن السياحة عنوان، رقم تعريفي، المقدمة اللي هي من 20 بالنسبة لثالثة ابتدائي من 20 ل 25 كلمة، بعد كده عناصر الموضوع، وهتحط صورتين مناسبين للموضوع اللي أنا بتكلم عنه أو رسم بياني أو أيا كان، وبكتب الموضوع بتاعي والنتائج والمصادر. تمام؟ طيب ده بالنسبة لثالثة ابتدائي. وطبعا مش بس في مواضيع عن كده، مش بس السياحة، طبعا اللي بينطبق على السياحة بينطبق على بقية المواضيع اللي هنا، وهكذا. رابعة هاخد قالب واحد بس منهم، يفتح معايا قالب حاجة واحدة بس من رابعة، ناخد موضوع واحد من كل مرحلة. بالنسبة للرابعة بيقول لي لو انت هتتكلم عن السياحة في سنة رابعة هتكتب برضو العنوان، رقم تعريفي، مقدمة اللي هي من 40 ل 50 يا سنة رابعة، ومن 400 ل 500 الموضوع، وهتحط الصور المناسبة، وهتخلص وتحط النتائج والمصادر. طيب سنة برضو رابعة المراحل المختلفة، يعني كل موضوع ليه قالب خاص، مش هتكتب الموضوع أو مش هتحط الموضوع في ورق من عندك، لو سمحت ركز في ده. طيب ده سنة، أنا بتكلم عن الناس اللي مش هتقدمه إلكتروني، الناس اللي مش هتكتب، مش هتدخل على منصة أودمود وعايزة تقدمه كده. هقول لك بعد ما تخلص الموضوع الورقي ده، أنت مش هتقدمه ورق أصلا للمدرسة، ده أنت الموضوع هيتاخد سكانر، هتروح عند حد بتاع سكانر يطبع لك ده، ياخد سكان، ياخد سكان للصور دي بعد ما تخلصها وبعد ما تكتبها، ويرفعها لك او يحطها لك على سي دي او على فلاشة، وتاخدها حضرتك للمدرسة او حد يرفعها لك هناك. تمام، طيب يعني الموضوع مش انك انت تاخد ورق. لو انا بتكلم عن السياحة سنة خمسة، اكتب الموضوع، رقم تعريفي، خلاص عرفنا، والمقدمة من 40 ل 50 كلمة، والموضوع 400 500 كلمة، وصور مناسبة، والمشروع بتاعي، واكتب النتائج والمصادر. طب تمام جدا ماشي. وطب برضو بينطبق على كل موضوع ليه قالب خاص بيه. طيب سنة ستة هفتح القالب الاول بتاع سنة ستة، قلنا اتفقنا ان كل موضوع ليه قالب، سواء اذا كان السياحة، اذا كان الصحة، الماء، الطاقة، كل حاجة ليها القالب بتاعها اللي انا هفرغ فيه. السياحة بتاع سنة ستة هكتب برضو نفس القصة، العنوان، رقم تعريفي، المقدمة اللي هي من 40 ل 50، وبعد كده المشروع بتاعي من 400 ل 500، وبكتب الصور المناسبة للموضوع بتاعي، واكتب العناصر بتاعة الموضوع اللي انا هغطيها في المحاور بتاعتي، وبعد كده النتائج اللي وصلت لها والمصادر. طيب انا طبعا المصادر دي اغلبها هتبقى كلنا هتبقى اللي هو الكتاب المدرسي، وبعد كده المكتبة الإلكترونية أو الرقمية والإنترنت أو أي مكان أنت جبتها منه. تمام، يبقى بكده في قوالب ثابتة. إيه القوالب دول؟ أنا استفدت منهم إيه؟ القوالب دول للي مش هيدخل، للي مش هيدخل على المكتبة الإلكترونية، اللي مش هيدخل سوري على الإدمودو، اللي مش هيدخل، اللي مش هيدخل وما عندوش طولة بال للكلام ده وعايز يقدم الكلام ده للمدرسة على طول، يبقى زي ما قال الوزير ممكن يحملهم على سي دي او يحملهم على سي دي او فلاشة بأي وسيلة، يحولهم ديجيتال، يحولهم رقمية، والرقمي ده يترفع بواسطة مسؤولي المدرسة. طيب كده يا حبايبي نقدر نعرف لو احنا مش عارفين الموضوع ده، ولا نجيب احنا النماذج دي بالشكل ده،
خلاص يبقى نجيبها ونطبعها، تبقى في المكتبات بره. لو انا مش عندي، مش هدخل نت ولا الكلام ده، يبقى اجيبها من النماذج او المكتبات اللي بره واملى البيانات اللي فيها زي ما قلت لك بالشكل ده. تمام، يبقى كده عرفنا ازاي نقدم بحثنا. لو هو ورقي مش اي ورق، لازم فيه قوالب ثابته وجاهزه. بالتوفيق حبايبي، يا رب اكون فدتكم، بالتوفيق وربنا معاكم. متنساش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. Good luck.